أنا اسمي أحمد أبو النصر، أنا مدير مؤسسة انعكاس للفنون والتدريب والتنمية اللي هي بتنفذ مشروع بيرفورم. أنا اسمي إيمان زكي، أنا مديرة مشروع بيرفورم، المكتب الاستشاري للفنون الأدائية. أنا بشتغل في المشروع ده من 2015. ابتدينا أول فيز في المشروع بدعم من معهد جوتا. احنا بدأنا المشروع ثلاث شركاء، ريفليكشن أو انعكاس للفنون كشريك أساسي في المشروع، ومعانا منظمة الراحة ومبادرة رصيف. عبر تنامي المشروع وصلنا لان احنا بقى عندنا شراكات اكبر. تعاوننا مع مساحه بوغاز، تعاوننا مع مساحه فيلا 70، تعاوننا مع مساحه كلامر، مساحه المكان. المشروع ابتدى في شهر مايو 2017. عدد الفرق اللي شغاله معانا دلوقتي فعليا هم 9 فرق فنون اداء. الفرقه دي اشتغلنا معاهم لمده زمنيه تزيد عن 3 شهور، ورش عمل مكثفة عن الإدارة الثقافية. أنا اسمي نورة أمين، والمفروض أن دوري في المشروع ليه علاقة بالمكون التدريبي. مؤسسة انعكاس اللي أنا اشتغلت معاهم من أول 2007، ودلوقتي أنا سعيدة جدا أن أنا أكون موجودة تاني كمدربة في الوقت اللي مؤسسة انعكاس بقت هي اللي بتقود فيه جزء من حركة التغيير والتطوير ودعم المسرح المستقل أو الفرق الشابة فيه. المجموعة الموجودة بالنسبة لي ممكن تتحول لقوة دافعة يعني في اسكندرية وفي مصر، بالذات لو استمر الشغل بعد انتهاء البروجكت ده، وفي بوتنشل انه المجموعة دي بالتعاون مع مؤسسة انعكاس يعملوا زي من وجهة نظري مجموعة كده لطيفة او تكتل يقدر يبقى ليه حضور ثابت وممتد، وفي نفس الوقت التكتل ده يبقى هو اللي بيسلم الراية لبعضه علشان يبقى فيه ليدر جديد جوه البرفورمينج ارت سين في اسكندرية. وانا سعيدة انه ده بيحصل في اسكندرية وان انا جزء منه. طول عمر الفنانين بيوصلوا الرسالة بتاعتهم بشكل مع طبعا وجود دايما المؤامرة والخطر وكده، بس في طرق تانية. الملتقى بتاعنا ملتقى بيرفورم بيضم مجموعة كبيرة من الفرق، وهي الفرق اللي اشتركت معنا، واستضفنا كمان فرقتين يشتغلوا معنا. كان عرض الافتتاح وهو عرض لنورة أمين، وعرض الختام عرض رأس معاصر للفنان محمد فؤاد. بنقدم منتج بأحد نواتج المشروع هو perform-arts.net، هيبقى منصة لكل العاملين في مجالات الفنون الأدائية، يعني مش بس فنانين، منظمات غير الفنانين طبعا، في منظمات، في مساحات، في فرق، في جهات دعم، في أماكن عرض، كل كاتيجوري من الكاتيجوريز دي متنظمة بشكل علمي، بحيث ان الناس تقدر تخش تسجل نفسها على هذا الموقع، عندها طريقة لأنها تعبر عن نفسها، تقول ايه الخدمات اللي بتقدمها، أملا في انه يبقى في تعاونات أكبر بين الكيانات دي وبعضها، بحيث انه نقدر نوصل من خلال المنتج دوت، من خلال الويب سايت ده او البلاتفورم ده، ان احنا ننشر ونبقى واضحين للناس اكتر. في نفس الوقت بيقدم ده للجمهور زي حضراتكم كده، بيقدم خدمه مهمه جدا. انا بفتح الويب سايت بلاقي كالندر بتقول لي فعاليات الشهر بتاعت الفنانين المتسجلين في الموضوع دوت بيحصل ايه. بيقدم كمان خدمات للفنانين والجمهور، اهمها مثلا مصادر بحثيه نقدر نفهم اكتر حاجات عن اداره الفنون، نقدر نعرف اكتر ازاي نخطط لفرقنا ومجالاتنا العامه، ونقدر كمان انه نتواصل مع جمهورنا بشكل اكتر فعاليه، ونجد فرص، اما فرص عمل او فرص عرض او فرص منح. انا سامي، انا من مركز الجيت الثقافي. احنا الفترة الاسبوع اللي فات ده تحديدا استقبلنا عدد من العروض سواء في الموسيقى او المسرح، العروض الادائية، وكنا سعداء جدا بده، لانه ده ما كانش بس عروض بتتعرض، ولكن سبقها مجموعة من ورش العمل المتعلقة بالادارة الثقافية والورش التكوينية للشباب دول. والحقيقة انه ده دور اساسي جدا جيزويت بيلعبه من ساعة ما بدأ، او كان هدفه الاول
انه يكون بيكون الشباب. واظن ان ملتقى زي بيرفورم هيولد طاقات جديده، مواهب جديده جدا بداوا، واحنا سعداء جدا ان هم كمان بداوا معانا هنا في الجراج. احنا في لحظه اعتقد ان احنا كلنا محتاجين نفهم اكتر يعني ايه اقتصاد ابداعي، يعني ايه سياسات ثقافيه، يعني ايه صناعه ثقافيه. الحاجات دي كلها اصطلاحات قد تكون بالنسبه لنا جديده، لكن هي قيمه مهمه جدا ان احنا نعرفها، لان ده اقتصاد وصناعه. في ناس بتتعب ورا الموضوع دوت عشان تصنع لحياتنا كلها البهجه، وان احنا نقدر نكون يعني مجتمع اكثر تماسكا. بشكركم جدا على وجودكم معانا النهارده.